شوي على الزلمة عم يحكي. ريق ما خصك انت عم بحكي معه ما خصك. نعم تفضل. انا جاركم يلي فوق. اهلا وسهلا خيي. طب يا جماعة طب ما معقولة هيك كمان؟ انه صوتكم كثير عالي وصل لعنا لفوق. طيب على ما في يحكي كلمتين الواحد ومرته بقلب بيته. تفضلت فيك توطي صوتك يا جماعه. خصك خصك قليلي وطي وعلي يا جماعه. تشارعوا قد ما بدكم بس على صوت واطي. الله يخليكم في غيركم بالبنايه كمان. لما بحكي معك ما تضلك جوا. انا عم بحكي معك يعني طلي واحكي من هون. الله يا الله شو بدك شو بدك شو بدك قول قول. بدي انهي هذا الموضوع كله. بدي انهي كل سنه كل شهر كل شهر بتقلي زيت خبريه عبيت. لانه هي زيت الخبريه عم تتكرر. قد ايش سحبت انت؟ 750. بدك قلك بالتحديد كل ليرة وين انصرفت؟ ما بدي تقليلي. أنا بدي جاي قلك وين عم تروحي فيهم؟ أنا عم بصرفن على حالي. أنا مش عم بصرفن على حالي. وين؟ عم أضيع أشتري تياب أنا وجزادين وصبابيت وهيك. ما عم قلك هيك. أنا عم قلك وين عم تروحي فيهم. حطيهم وين عم تروحي فيهم. تفضل تفضل عد معي. ما بدي عد. لا بدك تعد. لا بدي عد ولا بدي عد. كل مرة بتطول جات الخبرية وبتتهمني إنه أنا اللي عم بصرفن كان للمصاري. خذوا أنت للمصروف يا خيي. خذوا أنت للمصروف. أنت حطه على البيت. لما تعلي صوتك بوجهي عم قلك. أه ولا أنت غسلت تعلي صوتك بوجهي عم بس يا عم تروحي لعند امك كثير هيك انت عم بخلك بخ. ايه هلا صارت خبريه. هلا هيك صارت خبريه. انا كلمتي ماشي هون. انا اللي كلمتي بقى تمشي. حط اسمع اسمع. 300 دولار اول شيء. اي 300 دولار مين؟ مرحبا. اهلين كيفكم يا جيران؟ ماشي الحال. انا جاي شوي على الزلمه عم يحكي. ريق ما خصك انت عم بحكي معه ما خصك. نعم تفضل. انا جاركم يلي فوق. اهلا وسهلا خيي. طب يا جماعه طب ما معقوله هيك كمان؟ انه صوتكم كثير عالي وصل لعنا لفوق. طيب على ما في يحكي كلمتين الواحد ومرته بقلب بيته. تفضلت فيك توطي صوتك يا جماعه. خصك خصك قليلي وطي وعلي يا جماعه. تشارعوا قد ما بدكم بس على صوت واطي. الله يخليكم في غيركم بالبنايه كمان. هي هي صوتنا هيك نحن. بيمشي الحال ولا ما بيمشي الحال؟ خير ليش شو في يعني اذا واحد عم يحكي كلمتين؟ انا مش فرقانه معي بس ما انا في ابني كمان عم بدرس. انا ابني عنده فحص بدنا شويه رواق بدنا شويه هدوء. ما كيف بده يقدم بكره؟ عنده فحص عنده امتحان بكره. طيب خي خلص حاجه انت ما تواخذنا. طب انه بده يركز. هذا كيف بده يركز هذا الصبي اذا عم يدرس؟ ما تواخذنا خلص. الله يوفقه وينجحه باللي عم يدرسه. لو ما عنده درس انا والله بترككم تصرخوا للصبح. واصل صاركم لاخر الشارع بس هدوء شوي بده يركز. خلص عم نقول لك ركزنا هون هو نحكي. لو ما عنده امتحان انا والله بفرق معي. ما بيجي بدق بابكم بزعجكم. عنده امتحان. ماشي خلص ماشي. يوم هذا ابني. شو هذا شو هذا؟ ابني عم بيدرس عم بيتمرن. شو عم يتمرن؟ عنده فحص درامز. درامز؟ درامز هلا عم بس بده يركز. ما عم بخلوه يركز. فحص درامز بده هدوء ورواق ليركز. بده هدوء ورواق. روح من خليتي. روح انت وابنك روح روح. 100 مرة قلت لك قلت لك اياها 100 مرة. بده يروح. انا فرجيك. يا ابني